كلنا نعلم عن حمية تخلص الجسم من السموم، ولكن هل سمعتم عن حمية تخلص صحتنا النفسية من الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي؟ نتابع في هذا التقرير. توصلت دراسة نشرت في دورية Experimental Psychology Applied إلى أن تقليل استخدام الهاتف الذكي لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم يجعل المرأة أقل قلقا ويجلب شعورا بمزيد من الرضا عن الحياة وأكثر عرضة لممارسة الرياضة، حيث تشير الأرقام إلى أننا نقضي أكثر من 3 ساعات يوميا متسمرين أمام شاشات هواتفنا الذكية. وبالعودة إلى الدراسة، أفادت النتائج أن التجربة التي استمرت أسبوعاً أدت إلى تغيير عادات استخدام المشاركين على المدى الطويل، حتى بعد 4 أشهر من انتهاء التجربة، إذ استخدم أعضاء مجموعة الامتناع عن الهواتف تماماً أجهزتهم بمعدل 38 دقيقة أقل يومياً من ذي قبل. هذا فيما استمرت المجموعة التي أمضت ساعة واحدة أقل يومياً مع الهاتف الذكي أثناء التجربة في تقليل الاستخدام بمقدار 45 دقيقة أقل في اليوم بعد 4 أشهر مقارنة بمعدلات ما قبل خوض التجربة، وفي الحالتين زاد لدى أعضاء المجموعة الرضا عن الحياة والوقت الذي يقضيه المرء في ممارسة النشاط البدني، بينما انخفضت أعراض الاكتئاب والقلق وكذلك استهلاك النيكوتين. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الاختصاصي في علم النفس التربوي والأسري إياد الصيام. سيد إياد، أهلا بك. أهلا بك، صباح الخير. صباح الخير لكم وصباح الخير لأسرة التلفزيون العربي ولبرنامج الصباحي خصوصا. أهلا فيك. بداية، ما هو رأيك بنتائج هذه الدراسة؟ يعني هذه نتائج الدراسة هذه لم تأتي خلينا نقول بشيء جديد، خصوصا مع العقد الأخير من الزمن عندما انتشرت يعني وسائل التواصل الاجتماعي وانتشرت الدراسات والأبحاث العلمية والتربوية والنفسية التي تدرس الأثر النفسي والأثر التربوي والأثر الاجتماعي لوسائل التواصل الاجتماعي على حياة الفرد، ويعني أصبح هناك في استسهال لدى المستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك أيضا تمادي لاستخدام هذه بدون أي عملية انضباط، خصوصا مع الأطفال الصغار واليافعين والمراهقين. فنتائج هذه الدراسة تؤكد يعني ما سبقها أو ما سبقت إليه العديد من الدراسات في التوصل إلى أن لابد من ضبط عملية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولا بد من مراقبتها وعدم استسهالها وعدم التمادي فيها. سيد إياد، برأيك إلى أي درجة تساهم وسائل التواصل الاجتماعي اليوم إلى حالات من عدم الرضا عن النفس، وكيف يؤثر استعمال هذه الوسائل على نظرتنا لأنفسنا وثقتنا بأنفسنا؟ لا شك أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزء أساسي في يومياتنا لا يمكن التخلي عنه، سواء كنا صغارا أو كبارا، خصوصا مع تلك التطبيقات أو المواقع اللي انتشرت في خلال فترة الحجر المنزلي اللي عاش سكان العالم كله. فأصبح لوسائل التواصل الاجتماعي تأثير قوي على نظرتنا لأنفسنا، على ثقتنا بأنفسنا، وعلى يعني حتى على سلوكنا الاجتماعي وسلوكنا اليومي. فمثلا أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر على مقارنتنا مع الآخرين، أصبح في هناك مقارنة سلبية مع الآخرين من خلال أنه الشخص المستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي يعد يقارن نفسه مع الآخرين، وبالتالي هذا ممكن يضعف ثقته بنفسه، ممكن يؤثر على طبيعة اتخاذه للقرارات وعلى طريقة سلوكه لمسارات معينة في الحياة. أيضا أصبحت تؤثر علينا من خلال صناعة القدوات الإلكترونية اللي الشخص ما التقى فيها، ما تعامل فيها وجها لوجه، وإنما يتابع يومياتها، يتابع حالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فأصبحت تشكل لديه قدوة، وهي القدوة قدوة إلكترونية لم يتعامل معها على أرض الواقع، وبالتالي صار يأثر على ثقتنا بأنفسنا، يأثر على نظرتنا لأنفسنا. أيضا أصبحت هاي المواقع التواصل الاجتماعي وهاي اليوميات اللي احنا نتعامل معها بتأثر على اللاوعي الفردي، وأصبحت يعني أنا بحب أسميها تتسلل إلى عقولنا ولاوعينا في جنح الظلام،
لعقلنا الباطن وتؤثر عليه بطريقة سلبية قد لا يشعر بها الفرد في اللحظة الحالية، وإنما تتراكم لتؤثر عليه في المستقبل. خصوصا أن مواقع التواصل الاجتماعي، جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يحرصون على إظهار أجمل اللحظات وأجمل اللقطات عندما يقومون بنشر ما يودون نشره للمتابعين، وبالتالي أصبحت هذه المواقع لها تأثير قوي على ذواتنا، سيد إياد، على نظرتنا للآخرين وأنفسنا. استخدام المرء لوسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا يوصف في العادة بالإدمان. بداية، هل هو إدمان فعلا أم أنه حاجة لا مهرب منها؟ وماذا تعلق أيضا على التمارين التي ظهرت في الآونة الأخيرة وهي الإي دي توكس، وهي لمقاطعة هذه التكنولوجيا لفترة بسيطة؟ هل هذا التمرين مفيد برأيك؟ يعني لا يمكن مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي، ويعني خلينا نقول احنا حكيت في المقدمة انه اصبحت جزء اساسي من حياتنا، واحنا ما بدناش نستخدم مصطلح المقاطعة، وانما بدنا يعني نحكي عن موضوع تقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا. هل هو يصل لمرحلة الإدمان؟ نعم، يعني وأدرج حتى في الجمعية الأمريكية لعلم النفس، أدرج الإدمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على أنه نوع من أنواع الإدمان، زي إدمان الكحول، زي أي إدمان مدرج سابقا، وبالتالي هو فعلا يصنف على أنه إدمان، وفي بعض المراحل وبعض الحالات لابد له من علاج كما يعالج أي نوع آخر من أنواع الإدمان. أما المقاطعة فلا يمكن أن نقاطعها لأنها أصبحت جزء أساسي. طيب، ما هو شكل هذا العلاج إذن؟ وغالبا في مواقع التواصل الاجتماعي العلاج، يعني إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، غالبا ما يكون علاج سلوكي إرشادي، يتم به التدريب الشخص على تقنين عملية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالطرق التربوية والعلاجات النفسية والسلوكية التي تتم في مثلا عيادات الطب النفسي أو في عيادات العلاج السلوكي المنتشر حول العالم. نعم، الاختصاصي في علم النفس التربوي والأسري إياد صيام، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.